يلعب بكره السهله. نروح اكتر لناقدنا الرياضي الاستاذ حسام زاد، نتعرف اكتر منه على مباراه بكره وتوقعاته لمنتخب مصر والكوت ديفوار. تحياتي ليك يا استاذ حسام. اهلا بيك كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك ولكل متابعي قناه النادي الاهلي، وباذن الله بكره كلنا ان شاء الله نبارك لمنتخب مصر باذن الله. ان شاء الله. شايف بكره مباراه الغد بين مصر وكوت ديفوار، شايفها ازاي فنيا؟ هي طبعا يعني تاريخيا نقول برضو انه منتخب مصر وكوت ديفوار لعبوا في كاس الامم الافريقيه على مدار التاريخ في 10 مباريات، منتخب مصر فاز في 7 وخسر مباراه واحده وكان التعادل في مباراتين، اذا من الناحيه التاريخيه الافضليه لمنتخب مصر. من باب التفاؤل برضه كابتن اسامه بنقول انه دايما خاصه في المواجهات الاخيره اللي كانت في 2006 في مصر وكانت في 2008 بعدها في البطوله اللي بعدها، كان كل التوقعات بتشير لفوز منتخب كوت ديفوار على منتخب مصر وانه الافضليه ليهم والكلام ده كله، ولكن لاعيبة منتخب مصر كانوا بيثبتوا ان هم فعلا رجاله في الملعب وكانوا بيظهروا روح اللاعب المصري في الاوقات اللي زي دي. بكره مباراه لا تقبل القسم على 2، بكره مباراه يا تكتب التاريخ وتصالح جمهورك بعد البطوله اللي كانت على ارضنا في 2019 وخرجنا من دور ال 16، يا اما التاريخ مش هيفتكر اي حد ما بيصنعش انجاز وبيعمل القاب. انا عندي ثقه كبيره في لاعيبه منتخب مصر. كلام كتير على مستر كارلوس كيروش والتشكيل ويا ترى هيعمل ايه. عايز اخدك للنقطه دي عشان دي نقطه مهمه. وقبل بس ما اروح لها، من ضمن الاحصائيه اللي حضرتك قلتها ال 10 مباريات واحنا فزنا في 7، من حسن حظنا ومن حسن التاريخ يعني ان السبع مباريات كانوا في كاس الامم الافريقيه. فبكره ان شاء الله مباراه بكره في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون نتمنى فيها التوفيق. عايز اروح بقى لكروش معاك يا استاذ حسام. كروش دايما بيفاجئنا بلاعيبه بتلعب في اماكن غير اماكنها، ده بيعمل ربكه في منتخب مصر. ممكن كروش بكره يفاجئنا بتوظيف لعيبه في اماكن غير اماكنها، ولا بلغه الكوره ممكن بكره يلعب السهله؟ هو يعني دايما من اول ما جه مصر هو دايما مثير في تصريحاته وفي تشكيله وفي اختياراته وفي كل حاجه، بس احنا دلوقتي مش في موقف او في موضع ان احنا ننتقده تاني دلوقتي بقدر ما احنا هندعمه بكل قوه ان شاء الله ويكسب بكره. فعلا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اسامه، في تخوف كبير جدا انه بكره يحصل نفس اللي حصل او مشابه باللي حصل في مباراه نيجيريا لما اتفاجئنا كلنا في اول مباراه بلاعيبه بتلعب في غير اماكنها، محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه ومصطفى محمد وتريزيجيه بعد غياب 8 شهور كان بيلعب في مركز غير مركزه، فكان في يعني انتقادات كتير، لكن انا حسيت ان هو الى حد ما تنازل عن العناد اللي احنا كنا بنشوفه عليه ورجع تاني يرجع اللعيبه في اماكنها خلال المباراتين اللي كانوا بعد كده مع غينيا بيساو ومع السودان. الكلام اللي جاي من الكاميرون انه في اتجاه، هو في تفكير ليه لكن مش اكيد، يعني ان هو يلعب ايمن اشرف باك شمال وقدامه احمد فتوح بيزيد مع الثنائي الوسط محمد النني والسوليه كجبهه شمال هو عايز يعملها، يعني يا ترى هو هيقدر يعمل ده او فعلا هو في نيته ان هو يعمل ده؟ طبعا ما حدش يقدر يقول ايه اللي في دماغه تحديدا، لكن ده الاقرب. في سيناريو ثاني انه يلعب ايمن اشرف باك شمال زي ما هو وبدل كان عبد الله السعيد هو اللي بادئ في المباراه الماضيه هينزل مكانه احمد سيد بيزو في وسط الملعب مع النني برضو والسوليه. لكن الفكر بتاعه ايه؟ هو عايز السيناريو بتاع المباراه يمشي ازاي؟ ده مهم جدا. انا سمعت حضرتك دلوقتي تتكلم برضو انه اللي هيكون واقف على رجليه دفاعيا اللي هيدافع صح زي منتخب تونس بالظبط. منتخب تونس دافع صح علشان كده كسبوا وعدوا مباراه قويه امام منتخب النيجيري. بالظبط بالظبط. انا كمان مبسوط انه حتى المباراه الماضيه شويه البعض كان متخوف من محمد عبد المنعم ان هو برضه لسه الخبره الدوليه، لكن بسم الله ما شاء الله نزل عمل مباراه هايله جدا وسجل هدف، اداء برضه هيديله دفعه معنويه قويه لو كان هو اللي هيبدا بكره جنب حجازي. لكن انا بقول انه في النهايه برضه غير الامور الفنيه، الجهاز الفني العناصر المصريه اللي مع كيروش عليها عنصر مهم فيما يخص الجزئيه النفسيه والجزئيه المعنويه،
انه الناس تبدا تحفز اللعيبه. تمام. اكيد اكيد طبعا اللعيبه عارفه انه دي مباراه مهمه، لكن برضو شويه ليله المباراه بتبقى محتاج حد يتكلم في ودنك يقول لك ركز في كذا اعمل كذا. نتمنى ان شاء الله ان كل الامور بكره تكون مهيئه ومنتخب مصر يعدي لدور الثمانيه ان شاء الله. عايز اخدك لنقطه برضو مهمه، محمد صلاح واحد من افضل ثلاث لاعبين على مستوى العالم، واحد بيلعب في اقوى الدوريات كمان في العالم، لكن دايما في كل تصريحاته بيقول اتمنى ان انا احصد بطوله مع منتخب مصر. بكره مواجهه منتخب مصر امام كوت ديفوار، هل بتحط ضغوطات كبيره على محمد صلاح؟ محمد صلاح فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، هو يمكن ثاني مره النهارده لانه ده ثاني مؤتمر بيحضره، حضر المؤتمر اللي كان في اول مباراه وبيحضر حضر المباراه المؤتمر اللي كان النهارده وبيكرر نفس التصريح بتاعه سواء بشكل صريح او عن طريق التلميح انه انا بقالي 10 سنين مع منتخب مصر ونفسي اخد بطوله وحانت اللحظه ان انا اخد بطوله. ده مهم جدا لصلاح حتى على المستوى المنتخب وعلى المستوى الشخصي وعلى مستوى انه التاريخ يتذكر محمد صلاح، زي ما كنا بنشوف المقارنه دايما ما بين ميسي والارجنتين، وانه لا ده مع برشلونه بيلعب ومع الارجنتين مش بيعمل حاجه ومش بيجيب بطولات، وميسي لما حصل على كوبا امريكا الاخيره فعلا تحس ان الضغوط اتشالت من عليه. حقيقة. محمد صلاح قدره كده ان هو النجم البارز بتاع الجيل الحالي في منتخب مصر، يعني في اوقات كتير قبل كده كنت بتشوف اكتر من نجم في المنتخب في اكتر من مركز بيشيلوا مع بعض. بالظبط بيشيلوا مع بعض. محمد صلاح قدره انه هو النجم الابرز في المنتخب وهو اللي كل الاضواء مسلطه عليه بحكم لعبه في ليفربول طبعا، وبحكم النجوميه العالميه اللي اصبحت مسلطه عليه دلوقتي في اي مكان بيروحه. تمام. اكيد في ضغوط عليه، لكن انا اعتقادي انه محمد صلاح برضه بقى عنده من الاستزاري خبرات، طبعا عنده خبرات كبيره ولعب في اقوى الاحتكاكات انه يقدر فعلا يتعامل مع الضغوط دي، ولكن طبعا اكيد لازم نحط اعذار زي يعني ما هو مش الملاعب بتاعه الكاميرون هي نفسها اللي بنلعب فيها انجلترا. طب واحنا بنتكلم عن الكاميرون يا استاذ حسام، عايز اخدك للاحداث بعيدا بقى منتخب مصر، الاحداث للاسف المؤسفه شفنا امبارح سقوط 8 قتله امبارح، سوء التنظيم والناس في تدافع وهي داخله المباراه ادى لسقوط 8 قتله امبارح، يعني رايك في الاحداث المؤسفه دي؟ طبعا يعني تعزينا لاسر الضحايا اللي سقطوا بالامس يعني قبل مباراه الكاميرون وجزر القمر، يعني اثناء التدافع للدخول البوابه طبعا الناس وقعت والناس ماتت وثمانيه يعني ماتوا و38 اخرين مصابين، يعني نتمنى الشفاء العاجل ليهم. النهارده باتريس موسيبيا رئيس الاتحاد الافريقي كان عامل مؤتمر صحفي خاص بهذا الامر وقال انه بيقدم طبعا التعازي لاسر الضحايا وقال انه ده شيء مؤسف طبعا انه يحصل، ورغم انه من وجهه نظره يعني ان كل الترتيبات كانت على ما يرام، ولكن شيء مؤسف ان ده يحصل امبارح وانه في تحقيقات هتحصل علشان يتعرف في السبب في الموضوع. وقال كمان انه ملعب اولمبي اللي هو كانت عليه المباراه امبارح مش هيتلعب عليه اي مباريات ثاني خلال البطوله، وهيتم نقل اي مباراه المفروض ان هي تلعب عليه في الايام اللي جايه هتلقى لملعب اخر. طب دور الاتحاد الافريقي هنا فين؟ دور الاتحاد الافريقي النهارده كمان الصعوبات اللي كانت بتواجه ان البطوله تقام، فين دور الاتحاد الافريقي من الاحداث دي، من التنظيم السيء كمان حتى من وجود البطوله حتى مع تنظيم كاس العالم للانديه؟ دور الاتحاد الافريقي لازم يكون ليه دور اقوى من كده في الاحداث وكمان مع قرعه كاس العالم للانديه وتضارب المواعيد كمان. شوف يا كابتن اسامه، انا شايف انه الكل اتفاجئ بانه في بطوله، بمعنى انه الكلام كله كان رايح في 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 ناحيه انه بنسبه كبيره البطوله هتؤجل لعدم جاهزيه الكاميرون وكلام اخر عن نقل البطوله من الكاميرون حتى اللحظات الاخيره، خلاف مع الانديه الاوروبيه يا ترى هتبعت اللاعبين المحترفين في اوروبا ولا لا، فبالتالي الكاميرون نفسها اتفاجئت ان البطوله هتتعمل، المنتخبات المشاركه اتفاجئت بدليل ان احنا المستوى الفني للبطولة لغاية دلوقتي احنا مش مقتنعين بيه على مستوى جميع المنتخبات، يعني مش منتخب بعينه. في امور كتير منها الامور التنظيمية، يعني اخطاء بتحصل في اخطاء واضحة جدا واساسية في التنظيم بتحصل طبعا. علشان كده احنا بنحمل قبل السلطات الكاميرونية بنحمل الاتحاد الافريقي اللي المفروض هو باعت لجنة علشان تراقب على الملاعب وعلى الاستادات وعلى الدخول وعلى الخروج، فعلشان كده احنا بنحمل الاتحاد الافريقي قبل السلطات الكاميرونيه. انا متفق معاك في جزئيه كابتن اسامه انه
اي نعم كان الاتحاد الافريقي وتصريحات صامويل ايتو انه كبرياء افريقيا وكذا، ولكن ده مش على حساب الارواح حقيقة. انه الملاعب ما تكونش جاهزه وتتعمل البطوله. انا معاك ان انت عايز تصمم على ان البطوله تتلعب علشان الاتحاد الدولي يحترم افريقيا، احنا معاك في ده، لكن اما وانه كانت الملاعب مش جاهزه والتنظيم نفسه حصل بالشكل ده، انا كنت شايف انه كان ممكن يحصل تاجيل، يا اما كان يحصل نقل للبطوله من الكاميرون، زي ما شفنا بسم الله ما شاء الله التنظيم اللي حصل في 2019. طبعا طبعا احنا مش بنزايد، عشان في ناس كتير طبعا بتقول لك لا اصل الناس بتطلع من كل، لا ده واقع، واقع ملاعب وتنظيم وحضور جماهيري ومؤتمرات صحفيه، ده كان واقع حصل في مصر، ان مصر دايما بيتضرب بيها المثل يعني. بالظبط. فلكن احنا نتمنى بس انه كمان الايام الجايه ما يكونش فيها امور اخرى يعني تتمس الارواح، وان البطوله ان شاء الله للاخر خلاص تعدي على خير ان شاء الله، ويعني يبقى درس الاتحاد الافريقي كمان يستفيد منه ويراجع اموره تاني في فيما يخص التنظيم ويخص البطولات القادمه. نشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام زايد الناقد الرياضي، حطينا في الصوره كامله عن منتخب مصر، وكمان بنتمنى النقطه الاولى والاخيره علشان بكره ان شاء الله يعني نقول مبروك لبعض بعد مباراه مصر وكوت ديفوار ان كروش يلعب السهلة. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم بقى عن التجربة الناجحة في كأس الرابطة وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ولكن بعد الفاصل.